حبيبتي، احنا خططنا وبدأنا ناخد خطوات عشان نحقق اللي خططنا له. اوعي تفتكري ان الحياة في الغربة سهلة ووردية زي ما انت بتقولي، بالعكس. اسأليني انا. سعد الدالي مش هيسيبنا طول ما احنا قدامه. ولما انت عارفة كده بتعنيدي معاه ليه؟ ليه مش عايزة تهدي اللعبة معاه؟ انا شخصيا يا نشوى مسامح، نسيت كل اللي عمله فيا. نشوى حبيبتي، سعد الدالي خسر كل معاركه معانا في كل الجولات. انا وانت اتجوزنا، الدالي الصغير موجود في حضنك، مشروع المستشفى طورناه، انا كمان ان شاء الله هطور مشروع شغلي هنا في مصر، هعمل مصنع ادويه واحتمال اخد توكيل شركه او اتنين من شركات الادويه العالميه. يعني المستقبل بكل المقاييس ان شاء الله بالنسبه لنا افضل. اسمعي، انا مش هضغط عليك اكتر من كده، احسبيها مع نفسك بعد الصوره اللي رسمتها قدامك وخدي قرار. بس اعرفي حاجه، في كل الاحوال انا موجود معاكي، هحميكي، مش هتخلى عنك ابدا. انت ليه المره دي بتقول لي لا؟ عشان دي حاجه ودي حاجه. مش فاهمه. طب ما هو في الاخر كله بيزنس. لا معلش، بيزنس لندن كنت عارف اوله من اخره، مشروع عارف هقومه ازاي واكسب من ورا ازاي، ولولا الغدر كان زماننا منتشرين في اوروبا كلها. لكن الموضوع بتاعك انت ده على كف عفريت، لو رجعوا اوراقه في لحظه هيكتشفوا الغلطه اللي وقعوا فيها لما وقفوا لك عليه. حضرتك مصر برضو على رايك ده؟ يا داليا انت جايه لي في ملعبي، الشغلانه دي واكله من عمري فوق الأربعين سنه، عايزه تاخدي بنصيحتي انت حر، مش عايزه كملي، بس في الاخر هتقولي سعد الدالي قال. طب ممكن تساعدني بشكل تاني؟ لو حاجه في ايدي طبعا. أنا محتاجة سيولة أكتر من اللي معايا، محتاجة أوقف المشروع على رجله بأقصى سرعة، يعني هعمل زيك وأفاجئ السوق. لولا متأكد إنك عارفة ظروفي المالية كنت قلت إنك بتهزري. أنت فهمتني غلط، أنا مش محتاجة سيولة منك أنت، أنا بس دماغي واقفة ومش عارفة أفكر أجيب فلوس منين. ليه؟ ما أنا الحل بسيط، يعني كلمي الوالد. لا، أنا طول عمري فاصلة تماما بين المعاملة المالية بيني وبينه. ساعات الظروف بتضطرنا نغير اللي احنا مخططين له. لو مش عاجبك الحل ده في حل تاني، بس محتاج منك شويه صبر. ايه هو؟ يعني تستني عليا شهر اتنين تلاته لحد ما ادبر المبلغ اللي هشتري بيه نصيبك في مصانع لندن. ايه؟ كل المساحات دي هتبقى جناين، هنا هيبقى منطقه الفيلا المتميزه. عرض الشارع زي ما سعادتك شايف مش هيقل عن 60 متر. هتبقى في الشرق بعيد خالص عن منطقه العمارات، علشان نضمن اكبر نسبه للسكان من الخصوصيه. عظيم قوي قوي. عاجبني كمان السرعه اللي اتنفذت بيها الماكيتات دي. علشان ده حلم من احلامي من ايام وانا طالب في كليه الهندسه. المدن الجديده هي المستقبل. احنا اتاخرنا كتير جدا على ما فكرنا نخرج بره القاهره. ده صحيح. على خيرة الله. طيب اتفضل يا باشمهندس. دي تكاليف الانشاء. المرحله الاولى هنشتغل في العمارات، المدرسه والمسجد. عندنا كمان من الناحيه القبليه للارض مساحه تساعدنا اننا نعمل سوق ومستشفى صغير. وليه لا، كده هتبقى مدينه متكامله. بالمناسبه يا ريت حضرتك تخصص لنا حته ارض، انا بحلم يبقى عندنا مدينه ملاهي ترفيهيه للاطفال، مدينه متكامله. المساله دي هتبقى مكلفه، بس احنا ممكن نحلها، نحط مجموعه العاب صغيره في منطقه الجنين الكبير اللي موجوده في منطقه الابراج. أصحاب الفيلا اللي هم اللي هيدبروا حكاية الألعاب حسب هوايات أولادهم. خلاص، عدل لنا بقى دراسة الجدوى واعمل لنا الحسبة النهائية حسب الأفكار الجديدة اللي قلناها، وهاتها لنا في أسرع وقت. إن شاء الله. سلام عليكم. مع السلامة. عليكم السلام ورحمة الله. مع السلامة. ألف مبروك يا حبيبي. وفري مبروك لما نرمي الأساسات فعلا. هترمي الأساسات وهتكبر الشركة وهتبقى من اكبر شركات الشرق الاوسط، بس دلوقتي احنا محتاجين ان احنا نعمل لها حمله دعايه جامده جدا. بس قبل ما نعمل كده في حاجه مهمه لازم نعملها. ايه هي؟ نشوف مقر جديد للشركه اللي عملناها، نقابل فيها العملاء ومهندسين المشروع والمستثمرين اللي يحطوا فلوسهم معانا. ما هو مش معقول ندير المشروع ده من البيت انا. بس كده؟ انت بس تقشر، انا اعرف سمسار شاطر. الصبح ان شاء الله انت تحدد له الموقع بتاع المكتب، عايزه يبقى فين، مساحته قد ايه، وهو يدور لك عليه.
ايه رايك دلوقتي بقى؟ احنا عايزين نحتفل تاني. احنا مش قلنا ناجل الاحتفال ده شويه؟ لا يا حبيبي، انا مش بحتفل بالمشروع، انا بحتفل بحبيب قلبي اللي كان واقف النهارده واقفه تشرف زي الاسد. كان وقفه واحد واثق من نفسه. انت تعرف كنت هموت من الخوف، كنت خايفه اموت لحسن كلام سعد بيه هسه. انت فاكر يعني دي حاجه مفرحاني؟ ده مهما كان ابويا. انا عارفه، بس انت كمان لازم تبقى مقتنع ان احنا ما ابتديناش بالعداوه، هما اللي ابتدوا بيها لما عرفوا يعني موضوع جوازنا، وابتدوا يحسسوني ان انا مش من مستواهم. صدقني ما كنتش اتمنى ابدا ان احنا نوصل للمرحله دي. المهم دلوقتي يا بطل، انا عايزك تفضل زي ما انت، تحافظ على حقوقنا، مالي هو مالك. دلوقتي لازم تحتفل. نفسي ارقص في حضنك يا اخي، وحشتني ايام زمان. يا باشا سعادتك مش هتروح، الوقت اتأخر قوي والموظفين كلهم روحوا. والورطة اللي أنا فيها سمير أعمل فيها إيه؟ يعني قعدة سعادتك يا باشا هي اللي هتحلها. يا باشا المشاكل اللي من النوع ده محتاجة براية عشان نعرف هتتحل ازاي. وإذا كانت مقفلة من كل حتة وملهاش حل نعمل ايه؟ نصبر يا باشا، بالصبر ممكن تتحل حاجة كتير. بعدين هما مش بيقولوا اصبر على جارك السوء يا يرحل يا تجيله مصيبة تاخد أجله؟ نصبر يا باشا وقادر ربنا سبحانه وتعالى على انه يحلها بمعرفته. اتكل انت على الله دلوقتي يا سمير. ما ينفعش يا باشا ما ينفعش. طيب لو مسألة تروح دي مضايقاك، ايه رأي سعادتك يعني لو نخرج نغير جو ونشم هوا؟ سيبني يا سمير، سيبني وامشي لو سمحت. براحتك يا باشا براحتك. خدتي كده ليه؟ ده انا في ايه؟ مش عارفه يا ماما، مالي كده النهارده خايفه وقلبي مقبوض. ما تخافيش مفيش حاجه حصلت. امال يا ماما ضرب النار اللي تحت ده كان ايه؟ الله يا هبه، هي اي حاجه تحصل يبقى حاجه هتحصل لنا، احنا ملناش دعوه، احنا كويسين. بقول لك ايه، بابا ورضوى تحت، مفيش داعي يعني تجيبي قدامهم سيره ضرب النار ده عشان ما يلاقوش عليكي برضه. وبعدين ما تجيبي الملفات اللي كنت عايزه توريها لبابا، وبعد ما يخلص مع رضوى يقعد معاكي.
عشان يفرح بيكي بدل ما يقلق عليكي. يلا يلا. بسم الله ما شاء الله. في اي ملاحظات يا بوبي؟ ربنا يحميكي. من ساعه ما جيتي وانا حاسس انك عاوزه تقولي حاجه، عندك مشاكل؟ بصراحه ما فيش غير موضوع نصر الطايل ده، يعني ملخبطني ومش مخليني عارفه راسي من رجلي بصراحه كده، مش عارفه انظمه ايه. نهايه السنه تبعتي ملفات الشركه بتاعتك ومعاها نسبته عشان يتاكد انك ما خبيتيش حاجه ولا خنصرتي من ورا. يعني حضرتك شايف ده طبيعي؟ يا بنتي انت مش قلتي لي اني جاب لك شيك بنفسه بعد ما خلص لك الشحنه في المينا؟ يعني وفر عليكي وقت ومجهود. اهم حاجه تبقى حريصه، دققي في كل ورقه قبل ما تمضي عشان تبقي دايما في امان. حاضر. حضرتك تأمرني بحاجه تانيه؟ اذبحي عشان خايف عليكي من عناية لا يحسدوكي. تسلمني عليك يا حبيبي. حضرتك عايز مني حاجة تانية؟ لا يا حبيبتي. خد بالك من نفسك. بقولك ايه؟ نعم. ما تجيبي وفاء وادم يوم الجمعة نتعشى مع بعض، بقالنا كتير ما تلمناش. حاضر يا حبيبي، علم وينفذ سعادتك. يلا يا ونطلية. باي باي. اتفضلي. كلمي سعد الدالي. ألو، أنا سعد. أنا لبنى المغربي، أرمرت المرحوم الزكي باشا. الله يرحمه، تحت أمرك. كنت عايزة أقابل حضرتك يعني إذا وقتك سمح، بس ياريت في أسرع وقت ممكن. برضو تحت أمرك، بس ممكن أعرف سبب الزيارة؟ يعني اليومين دول وقت ضيق قوي. طبعا، هو مش حضرتك عارض مصنع الإزاز للبيع؟ كنت عايزة أقابلك يعني بخصوص. يعني أنت عايزة تشتري؟ والله لو اتفقنا على السعر انا ممكن يعني اخلص فورا. لا الكلام في التليفون ما ينفعش، هستنى حضرتك بكره في المجموعه بعد الظهر، هشرح لك الصوره كامله وبعدين انت تقرري. انت كده خوفتني، هو المصنع عليه مشاكل ولا ايه؟ هستناكي بكره بعد الظهر في المجموعه وهشرح لك كل حاجه وفي النهايه انت تاخدي قرارك. ميرسي لذوقك جدا، واسفه يعني اذا كنت عطلتك. لا لا ابدا، ما فيش حاجه. مع السلامه. مع السلامه. برافو 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 برافو، انت كده 10 على 10. يا سارة كان نفسي اجي معاكي. وانا وانت ايه؟ مش واحد؟ واحد ده ايه؟ واحد ونص وتلات اربع. بس ده اصله طار قديم، انا مش مصدق نفسي. معقول الدنيا تلف وتدور وفي يوم من الايام أشتري مصنع من مصانع الدالي؟ قصدك نشتري؟ نشتري يا أبو المحاسن. لا هو مش أنا وإنت واحد. أنا وبنات كتير سواء في الجامعة أو قرايبي حاسين إن عندنا كل حاجة ومفيش حاجة بعيدة عننا، ولو سيبنا نفسنا للإحساس ده بجد هنموت من الملل. وشكلكم كده وصلتوا الحل للمشكلة دي وجاية تبلغيني بالحل، صح؟ بالظبط، قررنا نعمل مجموعة جمعيات خيرية في كذا اتجاه في وقت واحد ونغطي كل النشاطات الإنسانية. الله 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 الله، وليه اللخبطة دي من أولها؟ مجموعة جمعيات مرة واحدة؟ ابتدوا بجمعية واحدة وإذا نجحت كرروا التجربة. العقل بيقول كده عشان ما تفتحوش على نفسكم فتحة ما تعرفوش تسدوها. في حاجات كتير خاصة بالأطفال والأمهات والناس المسنين والأحياء الشعبية محتاجة لحلول. بس 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 ده المفروض بعد ما اسمع الكلام ده هقدم استقالتي انا وزمايلي. انتوا مش المفروض تعملوا كل ده بنفسكم ولا معاكوا عصايه سحريه ان انتوا تحلوا بيها كل المشاكل؟ احنا لازم يبقى لينا دور فعال. كلام جميل وروح كويسه. شوفي، اعملي اجتماع مع زمايلك دول وحددوا اولوياتكم الاول وانا هساعدكم على قد ما اقدر. احنا مش عايزين مساعده منك، دي هتبقى جمعيات اهليه. برضو يا فلحة هتحتاجونا، الجامعات الأهلية دي تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. شوفي أنا مش عايز أحبطك، فكري وشوفي عايزة إيه، وإذا احتجتي للمشورة أنا جنبك. هو قالك إنه هشتري نصيبك في مصنع لندن بعد شهر؟ أيوه، وطلب مني مهلة شهر أو شهرين. الله، طب إزاي بس؟ ده بيبيع في مصنع الإزاز، يعني هو مصنع الإزاز ده الفانوس السحري اللي هيحل لسعد الدالي مشاكله؟ أنا عارفة المصنع ده كويس، تمنه يدوب يغطي تكاليف إصلاحات مصنع لندن. الأمر فيه إيه بس؟ طب قوليلي،
انتوا هتدفعوا اول قسط من القرض اللي خدتوه من البنك امتى؟ مش فاكره بالظبط، بس ما هو عندك الورق، متهيألي اقل من شهرين كمان. لا 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 لا، الموضوع كده فيه انا وسعد الداني مكتم عليها، والان دي هي اللي هتحل مشاكله. طب انتي خلاص كلامك خلاص؟ طيب كملي زي ما انتي بالظبط وسيبي الباقي عليا، وسيبيني دلوقتي عندي ضيف عايز اقعد معاه. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اتفضل استريح يا عريس. انت لسه حاطط في دماغك برضو ان انا اتجوزت جديد؟ لا، لو ما كنتش اتجوزت جديد يبقى الموضوع فيه ان سيبني حاجه العب فيها في السر. هو كل كروتي لازم تبقى مكشوفه قدامك كده؟ انت الخسران، انا دايما مفيد حتى ولو بالنصيحه. امسك، مبروك. الله يبارك فيك. هتوصل امتى؟ سيبك من هتوصل امتى، المهم العربيات اللي جايه دي مش محتاجه حمله اعلانيه كبيره علشان الناس تبتدي تحجز. ما تقلقش، انا عامل حسابي ومتفق مع وكاله اعلان كبيره قوي تعمل لي حمله دعايه ما حصلتش في الجرايد. غلط، احنا ما اتفقناش على كده. يعني ايه مش فاهم؟ قبل ما تفهم تروح تلغي الاتفاق بتاعك ده اللي مع وكاله الاعلانات، وتروح بعد كده لوكاله اعلان الدالي. ايه؟ سعد الدالي؟ مالك اتخضيت قوي كده ليه؟ روح هناك بس ومالكش دعوه، رئيس مجلس الاداره ده صاحبي قوي، اول ما هيعرف انك من طرفي هيعمل لك اللي انت عايزه وهيفرش لك الارض ورد. ايوه بس معقول برضو اروح لشركه تبع سعد الدالي بعد كل اللي حصل بيني وبينه؟ ده لسه هيسال. نفذ يا مدحت، اعمل اللي بقول لك عليه، وبعد كده ما تعملش اي حاجه في موضوع العربيات الالماني دي غير لما ترجع لي، فاهم؟ طالع على الفجر ولا عصفور ايه؟ القطه قال لها بسبس، قالت له ايه؟ عصفور ايه؟ والقطه طب نقول لبابي سوسو ايه؟ ايه؟ كانت لسه بتقول نونو. برافو. ازيك يا حبيبي؟ ازيك انت يا حبيبتي؟ دادا حبيبي ماله؟ تعب الشغل الطبيعي خلاص، تعودت عليه. طب ايه رايك بقى في عشوة حلوة وحمام سخن؟ مش قادر يا حبيبتي، انا هنام مش قادر اكل. صباح على خير. ايه ده؟ دي شبكة ولا شبكة العنكبوت؟ وبعدين انتوا قدرتوا تجمعوا الاسامي دي كلها مع بعض ازاي؟ ده كل واحد فيهم ليه طريقة واتجاه مختلف عن التاني خالص. المصلحة وحب المكسب هو اللي جمعه. ايوه يا بابي، بس الناس دي لو قلبت على بعض السوق كله هيبقى كتله نار تحرق كل حاجه. لا، ما احنا مش لوحدينا في الحكايه ديت، في ناس معانا بتساندنا. مش عارفه يا بابي، الورق اللي اديتهولي عشان اطمن عليك بصراحه قلقني اكتر. جرايا يا داليا، انا كنت فاكرك هتقولي ان انا نفسي اتفتحت وعاوزه اشارك معاكم بدل ما تطلبي مني فلوس. يا حبيبي انت ما بتزهقش، 100 مره اقول لك سكتك غير سكتي. يا بنتي سكتي ايه وسكتك ايه؟ هو انت كنت تصدق ان مجموعه زي دي تتجمع مع بعضيها في مصلحه واحده؟ ولو هم احرار، وبعدين انا ليا خططي ومشاريع المختلفه. انت حره، اعملي اللي انت عاوزاه، بس انا صعبان عليا ربح حلال 100% بدل بحر الشبهات اللي انت راميه نفسك فيه ده. انا لا راميه نفسي في بحر شبهات ولا بعمل حاجه حرام، بالعكس انا بعمل مشروع اسكاني ضخم هيساعد 200,000 واحد وواحده ان هم يتجوزوا. بنت حلال صحيح، بمناسبة الجواز. مش هتجوز الشيخ حمزة. انت متسرعة ليه يا بنتي؟ انا مش بكلم عليك انت، انا قصدي يعني بكلم علي انا. كل رؤساء الشركات والمصانع هيكونوا موجودين يوم السبت ان شاء الله. ايوه بس مسألة البيع دي هتاخد وقت، واحنا عندنا دفعة قرض البنك قربت، ومصانع لندن عايزين نقومها على رجليها. هو من سعادتك قلت ان ارمله الزكي باشا جايه بعد الظهر عشان تشتري المصنع؟ وهي تقدر تقف قدام نصر الطايل ولا هو يسمح لها بحكايه الشراء دي؟ والله دي مشكله بينهم وبين بعض وسابقه لاوانها، خلينا في اللي احنا فيه. تقترحوا ايه؟ انا شايف ان احنا ما نصرفش يعني كل الارباح الا للعمال زي ما عودناهم، انما بالنسبه لرؤساء المصانع والشركات ونوابهم يعني ما نصرفش كل الارباح ليهم، خصوصا ان احنا الفتره اللي فاتت وقفت لنا مصانع ومشاريع انشائيه كتير بسبب نقص الخام.
وانت يا سياده اللواء؟ انا مش هقدر اقول اي اقتراحات قبل ما راجع كل الملفات اللي عندي من الناحيه القانونيه. الله يرحمه المستشار محمد سلامه، مات وساب جبل ورا منه. على فكره ده في نسيبه قاعد بره مستني، ده حتى هو اللي عرفني بنفسه. خلاص نقابله قبل ما توصل مدام لونا، بس خليكم معايا هتشوفوا شخصيه غريبه واضح في البجاحه. اتفضل يا مدحت بيه. شكرا. صباح الخير. اهلا. ايه هتسيبني واقف كده مش هتقولي اتفضل؟ اتفضل. انا عارف انك بتعتبرها جرأة مني ناجي لحد هنا واطلب منك تعمل لي حمله دعايه عن العربيات اللي هجيبها من المانيا عشان الخلاف اللي حصل بيني وبين سعد بيه زمان. قبل ما انسى، ده الفايل اللي فيه العربيات اللي انا عايز استوردها والاوبشنز اللي فيها. الحقيقه انا لا كنت عايز اتعامل معاك ولا انفعك، بس الشخص اللي بعتني ليك قال لي انك هتخدمني قوي وهتعمل لي حمله دعايه ما حصلتش. طب على فرض يعني ان انا وافقت ان انا اشتغل معاك، على فرض، انت اكيد طبعا عارف ان سعد بيه هيزعل جدا من الحكايه دي، فيا ترى بقى مين الشخص اللي انا بحبه جدا لدرجه ان انا اخسر سعد بيه عشانه؟ انا اقول لك. سليمان يعقوب. والله يا سعد باشا يا اخويا زي ما بقول لحضرتك كده، وهو مكتب المرحوم محمد سلامه اتقفل، وسامح وإيمان لسه عضمهم طاري ما ربوش زبون، وانت عارف انت عارف لفندي ده هو والجنونة بتاعت سفر الخليج ده إذا كان كان بيعمل كده أيام المرحوم محمد سلام، أمال دلوقتي هيعمل إيه؟ أيوة أستاذ عفور، يعني إيه المطلوب بالظبط؟ من الآخر كده أنا جاي وكشف وشي عليك، أصلني ليه عندك طلب؟ أصل إيه المجموعة عندكم بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، واللهم لا حسد ولا شماتة، بسم الله ما شاء الله ملء السمع والبصر، ويعني الموضوع مش هيضيع على الواد سامح ابني لو عينتوه في الشؤون القانونية في أي شركة أو مصنع يعني، وياريت بقى سعادتك إيه لو خدته تحت بهتك زي أيام المرحوم محمد سلام. عموما تقدر تسيب ورقه بره في السكرتارية لحد ما سياده اللواء يراجع شؤون العاملين ويشوف اذا كان في مكان لسامح ولا لا، اصل سياده اللواء هو اللي حل محل محمد سلام الله يرحمه. ايه هو ده؟ بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، لا باين عليه الوقار والسماحه والهيبه كده، يا رب يا سامح يا ابني يا رب يكون لك كده حظ وتتمرن تحت ايد الاستاذ وتتعلم القانون على اصوله. والله في حاجه تانية يا استاذ عبد الغفور عشان احنا ورانا اجتماع. في حاجه كده لازم اقولها لك لانها ايه امانه في رقبتي. اتفضل. لا ما هو مش قدام البهوات، اصلا انا احرج اتكلم قدامهم. انا ما يرضينيش ان انا احرجك قدامهم يعني. معلش الموضوع سر بيني وبينه. اتفضل. اتفضل. اترزعي. الله يخليك. الله يخليك. ادينا بقينا لوحدينا، اتفضل. من غير ما اطول على حضرتك كده عشان انا عارف وقت حضرتك. بص استاذنك في حاجه، اتكلم بس اختصر. حاضر حاضر حاضر. انت عارف ايمان وامها اللي هي اختي مسؤولين مني دلوقتي، واني اللي بشوف لهم كل امورهم، وهم ايه مكسوفين يعني يجوا يكلموا مع حضرتك في موضوع الفلوس بتاعت محمد سلامه والمعاش بتاعه يعني، فاني ايه جزفت بقى وخطرت وقلت اجي اسالك ايه الاخبار. اخبار ايه؟ الا انت كنت واخد بالك معايا ولا ايه؟ شوف يا استاذ عبد الغفور، انا في عاده ما يعرفهاش الا القريبين مني قوي، انا الكلام اللي ما عجبنيش كاني ما سمعتوش. والله عندك حق. شرفت ونورت. الله يخليك. اوعى تكون ضايقتك. لا ما ضايقتنيش. الله يخليك. يعني انا تحت امرك في اي وقت اكون انا فاضي فيه. ان شاء الله. مع السلامة. الله يسلمك يا معلم باشا. الله يسلمك. مع السلامة يا ولد. مع السلامة يا حبيبي. السلام عليكم يا بهوات. سيب تليفونك عند سكرتيرك. فقرة مضحكة بعد يوم صعب. نرجع للجد. سيادة اللواء. ايوه تحت امرك. استاذنك تسيبني انا ورفقي بيه لوحدينا عندنا اجتماع. طبعا يا فندم بعد اذن حضرتك.
بعد اذنك يا رفيقي. تفضل. يا اخيرا. ده انا من الصبح وانا قاعد على نار، عايز اعرف عايزني في ايه. على الاقل تحل الالغاز اللي عمال تضرب في دماغي من امبارح ومش عارف احلها. مساء الخير. مساء النور يا فندم. في ميعاد مع سعد بيه، قولي له لبنى المغربي. طب لحظة واحدة يا فندم، أبلغ سعد بيه. اتفضل. سعد بيه، لبنى هانم المغربي طلبوا مقابلة سعادتك. دخليه على طول. معلش هنأجل كلامنا لحد ما زيارة لبنى تخلص، وبالمرة نخرج برا نتكلم براحتنا. انسي خلاص مشروع الإسكان بتاع 6 أكتوبر ده. ده مشروع قائم بذاته وإن شاء الله هيتنفذ. أنت محرق نفسك ليه دلوقتي؟ أنت دلوقتي قدامك عرضين والاتنين ضد بعض. الأولاني إنك توردي لمجموعة الهدايا والإيمان اللي تقدري توردين من مصنع المنتجات الخشبية المعرضة. والتاني إنك تبيعي نصيب سعد ابن أنكل فوزي الله يرحمه لمجموعة الدالي وتريحي نفسك. لا ده شيء حير. أنا شايفة برضو إن التعاون مع شركة الهدايا والإيمان سعد بيه هيغضب علينا أكتر وساعتها المشاكل هتزيد وهيحطنا في دماغه. ريحي نفسك من النقطة دي. اللي حصل حصل خلاص وخلصنا. لو عندك نية تتعاملي معاهم أنا أبلغ الأستاذ أحمد بموافقتنا. بس معنى كده بقى إنك مش هتبيعنا نصيبك في مجموعة. ما إحنا لو بعنا السيولة بتاعتنا هتزيد وبكده ممكن قوي نعمل مشاريع كتيرة. مش كده أحسن لنا بقى ولا إيه؟ كده نبقى رجعنا لنفس النقطة تاني وما خدناش قرار. الو ايوه طيب لحظه واحده تليفون عشانك. مين؟ المصحه. مصحه؟ المصحه اللي بتعالج فيها سيد اخوكي. اه تقريبا عايز يكلمك. ايوه يا سعيد خير. الله يسلمك وانت كمان وحشني قوي. ايه ليه في حاجه؟ لحظه واحده بيقول عايز يشوف. وماله؟ جايز يكون حاسة بغلطته وعايز يصلحك. طيب يا سعيد حاضر هعدي عليك بكرة إن شاء الله. حاضر يا سعيد أنا مشغولة دلوقتي. باي باي مع السلامة. باي باي. يعني أنا كنت ناقصة بس يا ربي. ممكن بدل ما أنت عمالة تكلمي نفسك كده تكلميني عشان نشوف حل سريع ونرسي على بر. احنا رحنا طبعا عيننا المصنع وشفنا كل حاجه على الطبيعه، الاجهزه والمكن وكل حاجه زي الفل طبعا، واستقرينا زي ما قلت لحضرتك في التليفون بالظبط على الشراء ان شاء الله. مش ناقص بس غير حاجه صغيره قد كده اهو، ان الاوراق يعني تكون جاهزه وتشوف المطلوب فيه كام. هو قبل الورق والسعر في حاجه مهمه لازم تعرفيها. من فتره كده كان في مشتري للمصنع واحنا ما اتفقناش معاه. طب وايه المشكله في كده؟ لسه ما خلصتش كلامي. اسفه اتفضل. بالنسبة لنا الموضوع انتهى، بالنسبة له هو الموضوع ما انتهاش. ولازم تعرفي هو مين. ناصر عدلي الطايل. طب وإيه يعني؟ سعد بيه أنا مش عايزاك تقلق عليا. أصلا أنا ما بحط حاجة في دماغي وعايزاها تخلص بتخلص. يعني أنت هتقدري تمنع عني المشاكل اللي ممكن يعملها معايا ناصر عدلي الطايل لو مضيت معاكي، ولا هتسيبيني مني ليه؟ جربني. الجواب بيبان من عنوانه. هنعمل لك صورة من الورق وعلى المحامي بتاعك ما يدرسها هيكون فكري بيجهز عقود البيع، ويبقى الاتفاق على السعر مع التوقيع بالمرة. يعني مدام الحكاية سالكة كده. ده كشف حساب رصيد سعادتك في البنك بفوائد المبلغ فترة وجود سعادتك في السجن. من واقع آخر جواب بعته البنك على عنوانك القديم استلمته من بواب حسب تعليماتك. تمام. وفيلا سعادتك اتجددت يا رب واتنظفت، والحاجات اللي كانت عايزه تتغير وتتجدد اتجددت واتغيرت. وادي الفواتير وادي المفاتيح. تلات وزراء سابقين وزير حالي و12 لواء جيش وشرطه. ولسه عشان تطمن على فلوسك وتتاكد من قوه كياننا بحمد الله. يا حاج جاسر انت بتقول ايه؟ ما الضرقه ما ده انا مطمن من بدري قوي. يا راجل يا طيب سيماهم في وجوههم. ها قريبتك وابن سعد الدالي ردوا عليك ولا لسه؟ لا لسه. تحب استعجلهم؟ لا خالص، العجلة من الشيطان والعياذ بالله. باسبورك وتذكرة السفر. رحلة لندن هتطلع بكرة إن شاء الله الساعة 6. نتقابل في المطار بعون الله. طيب يعني كنت بقول إيه؟ بمناسبة سفرية لندن دي يعني
بقول يعني ما فيهاش حاجه لو نبني من الحب جانب. جانب ايه اللي تقصده؟ يعني ما دامت لعبه البورصه دي مضمونه ومكسبها على ما اسرع سريع وكبير بتخلوني العب فيها وياكم. بس زي ما هي مكاسبها كبيره خسارتها برضو كبيره يا مات. ربنا ما يجيب خساره. وبعدين بقى بصراحه بقى من عشرتي معاكم عرفت انكم ما بتلعبوش الا في المضمون، وربنا مبارك عليكم وموسعها. ده من نيتك الطيبه، يبقى الخساره هتيجي منين؟ من الطمع، من الطمع يا اخ احمد. ربنا يكفينا واياك شر الطمع. امين يا رب العالمين. قهوه دايما ان شاء الله. الف هنا وشفا يا ناجي بيه. أنا عرفت إن أنت شغال دلوقتي مستشار في شركة الهداية والإيمان، ولو أنت مبسوط هناك ده يبقى شيء هايل. بس بيني وبينك يعني اللي مزعلني منك إن أنت مشيت كده من غير ما تقول حتى خبر يعني. في الحقيقة أنا فاتني أسيب خبر، لكن كتبت جواب اعتذار عند رضوى هانم هناك في الشركة، وأنا متأكد إنها أكيد هتبلغك. مش أنت مبسوط؟ الحمد لله. خلاص يا عم، إحنا كمان مبسوطين. القش رضا والحمد لله. وبالمناسبة ياريت تقنع سعد بيه يعمل صفقة مع الناس دول، يورد لهم إنتاج مصانع الإزاز والموكيت واللومض لمعرضهم أو لأي حاجة، هتبقى صفقة العمر. طب وإنت إيه اللي يخليك تفتكر إن سعد بيه محتاج حاجة زي كده؟ وليه لأ؟ الناس دي بتفتح أسواق كبيرة وهدفهم الناس الغلابة، والغلابة دول هم الأغلبية، يعني سوق مضمون 100%، والمستقبل كله للعب مع الناس اللي تحت. يعني الفايدة من الطرفين، تحرك الفلوس الراكدة وتفيد الناس الغلابة اللي بتكافح بقرش وبقرشين، وفي نفس الوقت يبقى غسيل أموال. ومين اللي بيغسل أموال وأدهم بيه؟ الناس دي طول عمرهم محترمين وبتوع ربنا. الله، أمال إحنا بتوع مين يعني يا ناجي بيه؟ ما إحنا برضو بتوع ربنا، ولا أنت ليك رأي تاني؟ شوف يا أدهم بيه، أنا ما تعودتش أسيء الظن بحد. الناس دول شغالين في السليم وربنا مبارك لهم، وأنا لو كنت شايف حاجة وحشة كنت بعدت عنهم. أنا مش ناقص، كفاية اللي أنا شفته في حياتي اللي فاتت. عموما هتوكل أنا على الله، وبرضو فكر في اللي أنا قلتلك عليه. إن شاء الله يا نجيبي. شرفت. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع ألف سلامة يا ناجي بيه. مع السلامة. نورت. لا مؤاخذة يا باشا. يا سمير. لا لسه سالي برا يا باشا وعايز سعادتك في موضوع ضروري. أيوة، يعني عايز إيه يعني؟ أنا رأيي يا باشا إنها تدخل لسعادتك وتقول لك الموضوع بنفسها. طب ما أنت شايف إيه، شغل كتير، اتصرف أنت معاها، مش وقته. خلاص يا باشا، أقول لها تيجي بكرة. بالإذن يا باشا. اتفضل. أنسة سالي، معلش أنا عارف طبعا إن الموضوع مستعجل، بس يا ريت نأجله لبكرة عشان أدهم بيكون مزاجه رايق ويعرف يسمعك كويس. أوكي؟ أوكي. باي باي. مع السلامة. نورتي. مع السلامة. ألف سلامة. وولفت اللي أنت عايز تتجوز عليها دي، ما فكرتش في سنها؟ بعد العشرة الطويلة اللي بينكم صبرها عليك في الحلوة والمرة، ما فكرتش ايه رد فعلها لما تلاقي نفسها في الموقف السخيف ده؟ رفقي، انا مش عديم الاصل ولا غني حرب، جاله قرشين فجاه فرمى ام ولاده ومخه فوت وراح يعيش حياته بالطول والعرض. اللي عايز اعمله ده خطوه دفاع عن حلمي اللي فنيت فيه عمري عشان يفضل ويكبر. انا مش بتكلم عن حلم، فلوس واراضي وجدران ومصانع وشركات، انا بتكلم عن مشاعر انسانه هتتأذي من غير ذنب، سنة هتروح ضحية لحلمك ومشروع عمرك. ألفة شاركتني في تحقيق الحلم ده في كل خطوة منه، أكيد هتكون حريصة إنها تحافظ على اللي وصلنا له وهتقدر لما أقولها. لا لا سعد، اوعى تقول لها أرجوك. أنا عملت تحليل وتأكدت إني ممكن أخلف حتى في سني دي، ليه ما حاولش؟ أرجوك يا سعد، أرجوك فكر قبل ما تكلمها، ولا إذا كنت ناوي مصر زي ما أنا شايف يبقى على الأقل
بلاش تجرح مشاعرها، خبي عليها أرحم مليون مرة. دي الحاجة الوحيدة اللي ما أقدرش أعملها، يعني مش معقول تبقى نايمة جنبي على فرشة واحدة وأنا حاسس إن أنا بخدعها ومخبي عليها السر ده. أنت هتجنني بكلامك يا سعد. تخدعها أرحم ولا تخبي عليها؟ إنه أرحم. لا مش هتوصل للدرجة دي. ألفة متأكدة إني ما حبيتش غيرها ولا هحب غيرها، يعني اللي أنا بعمله ده ملهوش معنى تاني غير اللي قلتولك. أرجوك يا سعد فكر، مفيش داعي للاستعجال. تفتكر اللي فاضل قد إيه يا رفقي عشان أستنى؟ واللي بعد اللي فاضل. قصدك إيه يا رفقي؟ سعد أنت عارف كويس إن أنا بتمنى لك طولة العمر والصحة، لكن الحياة والموت دول أكتر حقيقتين في الحياة ما نقدرش نهرب منهم. نفترض جدلا إن أنت اتجوزت وخلفت وجبت الولد اللي أنت تمنيته، تضمن منين إن أنت هتعيش له لغاية لما يكبر ويواجه الغابة اللي أنت هتسيبه فيها؟ وافرض يعني إن قضاء ربنا نفذ وهو لسه برعم صغير، تضمن منين إن الإخوات دول مش هيقطعوا في لحم بعض زي ما بنقرأ في الجرايد كل يوم والتاني؟ أرجوك يا سعد، أرجوك فكر مليون مرة قبل ما تاخد الخطوة دي. فهمت ليه أنا بقول لك كده يا صاحبي؟ مساء الخير. مساء النور يا حبيبي. هم حضر لك العشاء. لا لا خليكي، ماليش نفس، كملي شغلك. عم ابراهيم تحت امرك يا سعد بيه. اندالي ضابط عاصم من الجنينه. حاضر يا فندم. في حاجة يا سعد؟ لا، سلامتك يا حبيبتي. اقعد يا عاصم. قلت لي اسمه ايه؟ فتحي عبد السلام سعادتك. فتحي عبد السلام؟ تعرفي حد بالاسم ده؟ لا. وطبعا مش هنقدر نسال بنتك عن مين فتحي ده. بعد اذن معليك يا فندم، احنا ليه نتعب الهانم الصغيره ونقلقها معانا؟ فتحي بنفسه هيكون عند سعادتك هنا بكره بكتير. يعني هتقدر تجيبه؟ معايا عنوانه يا فندم. صاحب الموتوسيكل اللي كان فتحي مأجره منه اداني صوره بطاقته وفيها العنوان. انا بس حبيت اطمن سعادتك ان اجراءات البحث عن الراجل ده تمت بنجاح، وان شاء الله بكره من غير شوشره ومن غير ما حد يحس بحاجه فتحي هيبقى موجود عند سعادتك وتقرر فيه اللي انت عايزه. كده تبقى نجحت في اول مهمه اطلبها منك. وان شاء الله يا فندم بقيه المهمه تتم بسلام. تأمرني بحاجه ثانيه؟ لا اتفضل انت. بعد اذن معاليك. اتفضل. سعد كنت عايز اتكلم معاك في موضوع. وانا كمان. طمنيني الأول هبة عاملة إيه؟ تمام، مش حاسة بحاجة لغاية دلوقتي، يا رب الموضوع يخلص قبل ما تحس بحاجة. يا رب. الموضوع بتاعك بقى نكمله فوق بعد ما غير، لأني تعبان طول النهار. يلا، تحب سندك؟